السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ميسان وورد. مرحبا بمتابعي ديال القناة. شكرا شكرا بزاف على المساندة ولا الدعم ديالكم ولا التعليق الحلو والمزيانة اللي كتخليو لي في كل الفيديوهات، اللي كتزيد تعطيني واحد الإحساس بالمسؤولية باش أنني نقدم بهذا القناة القدام في مواضيع اللي تكون هادفة شكلا ومضمونا. في هذا الإطار هذا هذا الفيديو غادي يكون كأول هاشتاغ قصة ومسيرة، من خلاله غادي نسلطوا الضوء على شخصيات فعالة في المجتمع ولا في المحيط اللي هي كتعيش فيه، شخصيات سواء كانت تاريخية قديمة ولا معاصرة. إذا الفيديو ديالنا غادي نهضروا على السيدة جميلة كامور. من غير أن سيدة جميلة هي سيدة أعمال مستقلة، أنا ما غاديش نهضر على هذا الجانب هذا اللي كيخص الأعمال ديالها، لكن الفيديو هذا يعني تعمل باش نهضروا على ديك الجانب الآخر، الجانب الإنساني اللي والعمل اللي كتعمله من أجل المرأة القروية. هذه هي الحاجة اللي بغيت نركز عليها، واللي هي بصراحة حاجة اللي كتشرفنا حنايا كمغاربة. قبل من كل شيء نبغي نعطيكم واحد ملخص صغير على الأنشطة ديال السيدة جميلة. هي عضو مجلس إدارة الهيئة التنسيقية لشؤون المرأة الريفية بمنطقة وضواحي سيبيا اللي سميتها كوامو، سيدة أعمال مستقلة. هذه سبق اللي قلتها، المشاركة الطوعية في الشبكات الثقافية والدولية لمحاربة التدخين وشبكة إسلاموفوبيا، وكذلك إدماج وجود المرأة المهاجرة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، والتنديد والاعتراض على كل أنواع العنف سواء الأسري أو الاجتماعي أو الجسدي أو النفسي أو العنصري المسلط على المرأة القروية. هي والمجموعة اللي معها بصراحة رائدة في هذا المجال هذا، يعني العمل مع المرأة القروية سواء كانت إسبانية ولا مغربية. ماشي سهلة أنك في واحد المجتمع اللي هو إسباني بالعقلية الإسبانية أنك تفرض الذات ديالك كامرأة من أصول مغربية وتوصل لجمعية اللي تولي يعني عندها واحد الاسم اللي هو معروف سواء على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى السياسي. يعني حاجة هذه بصراحة اللي كتشرفنا احنا كمغربيات وكنسا مغاربة، بصح نسا حرات، نسا اللي خدوا واحد القرار واحد استماتة باش تكون عندهم واحد البصمة سواء في المجتمع المغربي ولا في المحيط اللي هما كيعيشوا فيه. بالنسبة للعمل القروي، كل عام واحد مجموعة ديال النساء المغاربة اللي كيمشيو في الوقت ديال حصد الفراولة ولا حصد الطماطم ولا الزيتون، كيمشيو القرى الإسبانية كيشتغلوا تما بدي كونترا كتكون ما بين 3 شهور حتى 4 شهور كيخدموا تمايا. بالنسبة للجمعية كوامور كتكون لهم واحد السند في هذيك المرحلة هذيك، كتعطيهم واحد ارشادات، يعني كتكون هي المرشد ديالهم اذا تعرضوا لاي مشاكل ولا اي انواع من العنصريه ولا من العنف. يعني كوامور هي اللي كتدافع عليهم وكتكون لهم الصد المانع باش حتى شي واحد ما يتعدى الحدود ديالو معاهم. فهاد اليوم العالمي للمراه 8 مارس 2020، من خلال هذا الفيديو هذا ومن خلال سيدة جميلة كامور، نبغي نقول كل مرأة حرة مغربية لازم تكون سفيرة، سفيرة لبلادها، سفيرة المجتمع ديالها، سفيرة بالمعنى البوزيتيف، بالمعنى الإيجابي ماشي بالمعنى السلبي. وكلنا احنا يا كيوتيوبرزات لازمنا نسلطوا الضوء على الناس اللي كتخدم في الكواليس، الناس اللي كتخدم بالسكات لكن عندهم واحد الإصرار واحد العزيمة باش يوصلوا بالصوت ديال المرأة المغربية لأعلى قمة. سيدة جميلة هي نموذج يحتذى به في الإصرار والعزيمة والتصدي، لكن انتي وانتي وانتي وانا لازم تكون عندنا احنا يا بصمة، واحد البصمة سواء في المجتمع الكبير ولا في المجتمع الضيق اللي كنعيشوا فيه، بصمة إيجابية سواء على ولادنا سواء في الناس اللي كنعاشروا فيهم. لازم كل مرة يكون عندها واحد
واحد الابتكار واحد التفكير، راه هادشي هذا ما عندوش علاقه انك يكون عندك مستوى عالي ديال الدراسه، لازم يكون واحد الاجتهاد، هذا هو الاساس، يكون اجتهاد ويكون التفكير سليم، تفكير ايجابي. كل امراه عندها مؤهلات وعندها واحد الطاقه بالداخل ديالها. اهم حاجه اولا لازم اننا نكتشف شنو هي هذه المؤهلات وشنو هي هذه الطاقه، ومن بعد عاد الواحد خصو يفكر كيفاش يستثمرها. يعني كل مرة خصها تخمم بهذه الطريقه هذه، ما كاينش شي حاجه سميتها نوتر. كل مرة عندها مؤهلات وعندها طاقه، نعود المره الثانيه، لكن لازم نعرفوا كيفاش اننا نستعملوها، ماشي نكبتوها اللي حتى تموت. وصلنا لنهاية الفيديو مع سيدة جميلة كامور، لكن هاشتاك قصة ومسيرة مازال مستمر إن شاء الله. نشكر بزاف الناس اللي تبعوا هذا الفيديو من بداية ديالو حتى النهاية، وإن شاء الله يا ربي نتلقاو في فيديو آخر مع ميسا مورد.